تعالوا نبدأ في البداية كده بشوية أخبار. طبعا كالعادة الإعلام المصري بتاعنا بدأ في محاربة نادي الزمالك، الأخبار على نادي الزمالك، الكذب والافتراء على نادي الزمالك. طبعا شفنا كارتيرون هيرحل للسد القطري عشان تشافي رايح البارسا، وكارتيرون هو اللي هيكون مدرب للسد القطري. شفنا هبدة جديدة، مش هبدة جديدة، حاجة بتكسر في معنويات لعيبة نادي الزمالك. ايه بقى النهاردة يا سيدي سمعته من الاعلام الهابط الرياضي بتاع الكرة المصرية، من قعدة المصاطب وشوية المواقع اللي متنطورين تحت بير السلم وبيتكلموا على أسيادهم نادي الزمالك. شفت إحدى المواقع كاتبين رقم سلبي للزمالك يعني قبل القمة. الرقم ده بيقول إيه؟ الزمالك لم يفوز على الأهلي في الدور الأول منذ 18 عام. طب أنت يعني أنت عايز تقول إيه؟ أنت عايز تقول إيه؟ يعني عايز تقول الأهلي هيكسب؟ عايز تقول الأهلي هيكسب؟ يعني الكلام ده معناه إيه؟ ونفس الموقع ده هو اللي طلع ان محمد شريف مش عارف بينافس على افضل مهاجم في العالم، وهو نفس الموقع ده اللي طلع ان محمد الشناوي بينافس على افضل حارس في العالم، وهو اللي طلع ان موسيماني بينافس جوارديولا ويورجن كلوب وانشيلوتي ومش عارف وتوخيل فناس عندها مرض نفسي. جمهور نادي الزمالك اتعود على كده، ما بقاش جديد. لعيبه نادي الزمالك خلاص قفلوا ودانهم، كل اللي محمد فاروق بيعمله واللي شادي محمد بيعمله واللي اسلام صادق بيعمله واللي سيف زاهر وشوبير بيعملوه، كل اللي بيعملوه الناس دي ده شغل قديم. عارف كده لما تيجي دلوقتي وتمسك التليفون القديم اللي هو ابو قرص زمان اللي كان عندنا في البيوت، الناس الكبيره شويه هي اللي تفتكر الكلام ده. عارف لما تجيب دلوقتي اليومين دول التليفون ابو قرص ده وتقعد تعمل كده والرقم يرجع تاني وتروح عامل كده، فاكرين التليفون ابو قرص؟ هو احمد شوبير ورجالته اللي متنطورين ورجاله الاهلي اللي متنطورين في الاعلام هم ماشيين على قديمه. الكلام ده ما بقاش ياكل مع جمهور نادي الزمالك، الكلام ده ما بقاش ياكل مع لعيبه نادي الزمالك. يا راجل يا طيب، ده نادي الزمالك مولع اداريا، نادي الزمالك مولع اداريا. وانا عارف انا بقول لك ايه، نادي الزمالك مولع اداريا، مجلس اداره عائد بحكم محكمه ولجنه بتدير وهتمشي يوم السبت ومش عارف حكم ايه وطعن ايه واستشكال ايه، نادي ولع اداريا مش بقى شويه اشاعات. والنادي بسم الله ما شاء الله كارتيرون برفع له القبعه وبضرب له تعظيم سلام، باعد اللعيبه عن القرف اللي فيه نادي الزمالك والقرف اللي احنا اتحطينا فيه واحنا مالناش ذنب بقالنا سنه. فكارتيرون شاطر، باعد لعيبه الزمالك وواخد لعيبه الزمالك في برج عالي وحاططهم فيه، ولا بقى ليهم دعوه ولا مش عارف ايه. كارتيرون بالمناسبه قعد معاهم في المعسكر وقال لهم انا مش ماشي وانا موجود وما تقلقوش، والكلام ده كله ردت عليه لعيبه نادي الزمالك. الكلام ده انت مش هتسمعه عند حد تاني، ردت عليه لعيبة نادي الزمالك قالوا له وانت ما تقلقش في حالة عودة المستشار مرتضى منصور احنا اللي هنتصدى لأي محاولة رحيل ليك، واحنا مش هنسيبك واحنا هنقف معاك ومش هنخلي المستشار مرتضى منصور بالبلدي كده يقرب منك في اي حاجة مش كويسة، واحنا هنكون الظهر والحمى ليك يا كارتيرون. فكارتيرون كان سعيد جدا بالكلام ده. معسكر بسم الله ما شاء الله ناجح، دخلوا معسكر النهارده الصبح في احد الفنادق اللي قريبه من الاستاد، والدنيا جميله والفرقه بتاعتنا حلوه والفرقه بتاعتنا متجانسه والتشكيل بتاعنا معروف وفي تفاهم وفي تناغم، والكلام ده في حلقه التحليل اللي نازله بكره ان شاء الله باذن الله، اللي هي بتاعت ما قبل المباراه وايه اللي هيحصل والتاكتكس والخطط والكلام ده كله. فالدنيا كويسه والله العظيم، ولعبتنا رجاله ومعانا مدرب بسم الله ما شاء الله اللعيبه بتحبه. لعيبه الزمالك لو كارتيرون قال لهم اطلع هات نجمه من السماء وانزل، لعيبه الزمالك هيطلعوا يجيبوها وينزلوا. وانا لو قلت لكم دلوقتي اعملوا لايك مش هتكسفوني، وهبص الاقي دلوقتي 200 لايك كده مره واحده موجودين على البث عشان نولع الدنيا، لان احنا خلاص من النهارده لغايه يوم الجمعه بالليل ما هنحتفل باذن الله بالليل الساعه 11 مع بعض باذن الله بعد الماتش. فاكيد اليومين دول يومين قمه ويومين زمالك واهلي، فاتمنى ان انت تعمل لايك دلوقتي. فكرتيرون خلاص
مش محتاج الكلام ده ولا لعيبه الزمالك. فيا ريت محمد فاروق يريح نفسه، وسيف زاهر يريح نفسه، واحمد شوبير يريح نفسه، واسلام صادي بقى وشويه الحبشتكنات اللي هي متنطوره هنا وهنا، الكلام ده قديم زي قرص التليفون القديم. شوفوا حاجه جديده، شوفوا حاجه جديده. الزمالك ولع اداريا، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله واخدين دوري وكل البطولات الجماعيه، ده انتوا النادي ولع فيه ابسولوتلي على راي الليمبي. انا ما يفرقش معايا، انا اللي اثرت على الحادثه والحادثه عملت لي دماغ. فاحنا خلاص اتكيفنا، احنا اتكيفنا على المشاكل، وما بنعرفش نكسب الا في مشاكل. يعني الزمالك ده لو في استقرار مش هيكسب، احنا كده العبوا غيرها، العبوا غيرها. فده بالنسبه للخبر بتاع الهبد والقرف والكلام اللي بيتقال من الاعلام والمواقع اللي تحت بير السلم والكلام ده كله. النهارده شفت ميدو بيرد بقى على اخبار تدريبه للاسماعيلي. ميدو بقى يتشرط ويتنك، ما هو ميدو مدرب كبير، ما هو ميدو مدرب كبير، ميدو ده انشيلوتي الكره المصريه. ميدو بيقول لك مش هدرب الاسماعيلي الا بشرطين. ايه هما؟ الشرط الاولاني لازم اللعيبه كلها تاخد كل المستحقات بتاعتها المتاخره. طب والشرط الثاني يا عم ميدو؟ الشرط الثاني اني تجيبوا لي صفقات سوبر. وايه ثاني يا عم ميدو؟ عندكم دي في دي؟ في دي في دي؟ عندك دي في دي وتجيبوا للعيبه دي في دي؟ دي من عندنا. فميدو بيتشرط وبيتني على نادي من اهم الانديه المصريه، ويعتبر القطب الثالث في الكره المصريه والجماهيريه الاكبر في الكره المصريه بعد الزمالك والاهلي. فميدو بيتشرط وبيتني على النادي الاسماعيلي. يا ريت الاستاذ يحيى الكومي يريح نفسه ويسيبه من ميدو، لان ميدو شغل ايه؟ شوي، بيحب الشو ويعمل شو كده. انما ميدو من جوه ابيض، مدرب ابيض واعلامي ابيض ومحلل ابيض. واشتغل ايه تاني ميدو؟ وبيشتغل بتاع كله. فميدو بتاع كله صاحب بالين كداب، فما بالك بقى ده صاحب كذا بال، بال المدرب وبال الاعلامي وبال المحلل، ده عنده كذا بال مش بالين، عنده كذا بال. فصاحب بالين كداب، فما بالك بقى صاحب ثلاث بالات. فاعتقد هيبقى صعب جدا ان ميدو يعني يتم اختياره مدرب للاسماعيلي، وانا انصح الاسماعيليه انها يعني لا تقبل خالص احمد حسام ميدو. طيب ايه تاني عاوز اتكلم عليه؟ عاوز اتكلم على كارلوس كيروش، معجب جدا بمين؟ يلا مين الشاطر اللي هيقول كيروش معجب جدا بمين واحتمال يضمه؟ وعقبال ما تفكروا كده وتكتبوا لي كيروش معجب بمين، لعيب جديد خالص ما انضمش لمنتخب مصر قبل كده من الزمالك يا سيدي، عشان خاطر يا ابن اللذينة يا ابن الزمالك، انت مش ابن الزمالك انت ابن لذينة، اسكت بقى عشان اعرف اضحك على الناس. وسعد موسى اهو. طيب عقبال كده ما تقعدوا تخمنوا، كيروش يوم السبت اللي هو يكون يوم 6 نوفمبر هيختار القايمة او اللعيبة اللي هتشارك في المباراتي بتاع انجولا والجابون اللي هيدخلوا المعسكر. يعني الزمالك والاهلي الجمعة، يوم السبت الصبح كيروش هيختار اللعيبة. كيروش حاطط عينه على مين ومعجب بيه قوي؟ زي ما الرجالة بتوع الزمالك هم 90% قالوا والكلام بتاعهم صح، عمر السعيد. كارلوس كيروش معجب قوي باداء عمر السعيد، ومعجب برضه باحمد رفعت، بس اعتقد ان عمر السعيد اقرب. فهو معجب بعمر السعيد وشايف فيه راجل بيلعب بدماغه كويس، راجل مهاجم صندوق، مهاجم رقم 9، بيعرف يعمل الضغط على المدافعين، بيعرف يتمركز بشكل كويس جدا، قناص، بيلعب بدماغه، الكلام ده كله تحركاته حلوه وبيهرب من الرقابه اللصيقه. فكيروش معجب قوي باداء عمر السعيد، وممكن مش اكيد ممكن تبص تلاقي عمر السعيد موجود في منتخب مصر في التجمع القادم اللي هم بقى يعني يوم السبت ان شاء الله الصبح هيتم الاعلان عن القايمة بتاعة منتخب مصر. طبعا بحب اشكر من هنا واحيي جندي، ما بقاش جندي مجهول خلاص، بقى جندي معلوم،
الدكتور الجميل اللي هو المشجع بقى الزملكاوي الدكتور محمد أسامة. دكتور محمد أسامة تعبان جدا 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 مع رزاق سيسيه، بيعمل مجهود جبار مع رزاق سيسيه. كلنا شفنا النهاردة الدكتور محمد أسامة في أحد المراكز الطبية بيعمل زي كشف طبي وبدني على رزاق سيسي، وبيعمل له كمان فحوصات وبيعمل له قياسات عضليه وطبيه ويشوف اللاعب وصل لايه، وبعد كده هياخد زي كده ايه زي يعني كورس تدريب تاني عضلي كده، وبعد كده يعمل فحوصات تاني. دكتور يعني لو كل الناس شايفه شغلها زي الدكتور محمد اسامه والله العظيم يعني مش عايز اقول لكم هنكون في مكان تاني خالص. فالدكتور محمد اسامه ده يعني بيعمل الهوم ورك بتاعه زي ما الكتاب بيقول، يعني انا لو راجل بديله الدرجه، انا لو راجل بديله الدرجه هديله 10 من 10. دكتور محمد اسامه ماشي مع رزاق سيسيه مش مستعجل، وكارتيروني اتكلم معاه قال له انا مش هستعجل، انت عاوز اللعيب يرجع فت هرجعه لك فت، بس محدش يستعجلني عشان الإصابة بتاعته إصابة دمها تقيل. فكل التحية للدكتور محمد أسامة اللي عامل مجهود جبار مع رزاق سيسي. طيب تعالوا ندخل على إيه تاني، تعالوا ندخل على القايمة بتاعت نادي الزمالك. القايمة فيها مفاجأتين، المفاجأتين اللي في قائمة نادي الزمالك وهو إن لجنة الكابتن حسين لبيب خافت تدخل شيكابالا ماتش القمة، وهقول لكم ليه وانا جاي لكم لاحمد مجاهد دلوقتي. و يعني اللجنة قعدت تتكلم مع احمد مجاهد ويا احمد ومش عارف ايه، ولجنة التسوية حكمت. احمد مجاهد واخد تعليمات صريحة من رجالة الاهلي ان شيكابالا ما يلعبش القمة، ان شيكابالا ما يلعبش القمه. وانا الكلام ده قايله لكم، قايل لكم احمد مجاهد واخد تعليمات ان شيكابالا لو هيرجع يرجع بعد ماتش الاهلي، ما يرجعش ما يلعبش الماتش. رعب احمر من شيكابالا، وجاي لكم دلوقتي على رعب موسيماني. انا جاي لكم على رعب موسيماني من الزمالك، وموسيماني المعسكر الاحمر فيه ايه وايه اللي هم والله العظيم مرعوبين، اقسم بالله ويميني حاسبنا عليه ربنا، رعب داخل معسكر الاهلي من الزمالك ورعب من موسيماني تحديدا. فقبل ما نيجي للاهلي فعاوز اقول لك ان شيكابالا مش موجود، ولجنه الكابتن حسين لبيب قالت مش هنعاند ومش هنخش في صدام، لعل وعسى نكسب وشيكابالا يشارك ويجي بعد كده يلغوا المباراه او يتحسب النقاط بتاعتها للاهلي، فاحنا مش عاوزين نجازف، خلينا ماشيين جنب الحيط. ده اللي انا ما بحبوش، انا احب شخصيه مرتضى منصور، احب احط صوابع الاتنين كده في عين اي حد ما يعجبنيش، ودي شخصيتي الحقيقيه. يمكن عشان دي شخصيتي الحقيقيه يمكن انا حابب كده، انما انا ما بحبش الناس اللي هي بتبقى ايه، كان زمان معانا ناس في المدرسه اللي هم من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. انا كنت راجل ايه يعني، اروح العب كوره، اروح اكل كشري، اروح اعزم اصحابي على سندوتشات، اروح بيت واحد من اصحابي نلعب بالاتاري. يعني انا كنت ايه وانا صغير في طفولتي، مشاغب، ما كنتش العيل اللي هو الدحيح اللي من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت ما بيتكلمش مع حد. كابتن حسين لبيب كده، كابتن حسين لبيب من النادي اللي مش عارف ايه بيخاف يتكلم انما لو مرتضى منصور كان ديب بديب 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 لغايه ما جاب احمد مجاهد لمسه اكتاف، ده اللي انا بحبه في المستشار مرتضى منصور. فشيكابالا مش موجود في ماتش القمه، وكذلك ايمن حفني كارتيرون شاف ان هو ما يدلوش ماتش تقيل زي ده، رغم ان انا كنت نفسي ايمن حفني يشارك كان هيعمل ضغط على الاهلي، انما كارتيرون برضو مدرب مش عاوز يجازف ويشارك ايمن حفني ويحرقه بالبلدي كده. يعني لما سالت داخل نادي الزمالك ليه كارتيرون ما ضمش ايمن حفني، اتقال لي ان هو مش عايز يحرقه، عاوز ايمن ياخد مباريات خفيفه كده عشان خاطر يرجع سنه سنه، انما لو حرقه في ماتش الاهلي وهو بدنيا مش جاهز وفنيا مش جاهز ده ممكن يحرق ايمن حفني لنهايه الموسم، وكارتيرون مش عاوز كده. فعشان كده كارتيرون اختار ان ايمن يكون بره وشيكابالا يكون بره، وهو الرجاله اللي هو بيعتمد عليهم. تعالوا بقى اقول لكم القايمه بتاعه الزمالك ما فيهاش جديد، ابو جبل وعواد، محمود علاء، الونش، عبد الغني، حسام عبد المجيد، 4 مساكين، والمسلوسي بس ناحيه اليمين، وده رعب، ربنا يستر وما يتصابش ولا يحصل طرد ولا يحصل حاجه لحمزه المسلوسي، لان هو الوحيد اللي في المكان ده وملوش بديل، واعتقد بديله الوحيد في المكان ده هيكون محمد عبد الغني.
بديل المسلوسي هيكون محمد عبد الغني، لعبها عبد الغني في الكونفدراليه قبل كده. فالمسلوسي وناحيه الشمال فيها ثلاث لعيبه، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعه، وابو الفتوح. وفي نص الملعب طارق حامد، امام عاشور، محمود عبد العزيز، اشرف روقه، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، اوباما، وبن شرقي، وأناجم، ومصطفى فتحي، وسيف الدين الجزيري، وعمر السعيد. النهارده اوباما شارك في التدريب كامل، والدكتور محمد اسامه اتكلم مع كارتيرون وقال له اوباما جاهز للمشاركه في المباراه، وما فيش اي مشكلة تعوق اوباما انه يشارك في المباراة، وطبيا اوباما لائق 100%. ولما الدكتور محمد اسامة يقول كده يبقى تعظيم سلام، لازم يكون اوباما جاهز 100%. طيب، شفت انا النهاردة تصريحات لإيناسيو المدرب البرتغالي اللي كان بيدربنا، وكان في نفس الوقت هو المدرب اللي هو اسمه الافيش البرتغالي، اللي كهربا راح له كوبري عشان يروح الاهلي، او عشان الاهلي يعني كان عامل له خطه الهروب الكبير، كان محمود الخطيب راسم هاله. الخطيب ما بيعرفش يعيش الا لازم يسرق حاجه من الزمالك، يسرق مدرب سله، يسرق لعيب، هو عايش على الكلام ده. انما ان هو يبدع من عنده، الخطيب مش مبدع، يعني مش شخصيه ابداعيه، لا، هو الخطيب ياخد اللي في ايد غيره. يعني برضو في المدرسه كده لو ترجعوا، كان عندنا عيال كده ما تجيبش سندوتشات معاه، هما يحبوا يخطفوا السندوتشات، فالخطيب بيخطف السندوتشات. ده بقى بيخطف اللعيبة ويخطف المدربين من نادي الزمالك، ما عندوش قدرة إبداعية محمود الخطيب. فالخطيب اتكلم بقى إيناسيو، جمهور المواقع بتاعت، ما انا معلش لازم اشرح لكم كويس، لان انتم ناس، والله ما مجاملة، انتم ناس محترمة جدا، ولازم احترم عقولكم واشرح لكم بالظبط. الناس يتكلم كلام كتير، منه كلام على مرتضى منصور، وكلام ضد كهربا، وكلام يؤيد موقف الزمالك في القضية. فالإعلام الصغير التافه، الإعلام الرياضي بتاعنا، عمل إيه؟ راح واخد التصريحات اللي هو لما قال مرتضى منصور لو قال لكم إن دي بيبسي هتقولوا دي بيبسي، خد الجزء ده. الناس يقال جزء تاني خالص ملوش دعوه بالكلام الفارغ اللي الاعلام كتبه ده. الناس يقال انا ما طلبتش كهربا، اداره النادي جابته لي، قالت لي ده جاي لك شهرين وهيمشي تاني، عشان في خطه معموله ان هو يرجع مصر تاني. وانا قلت لهم انا مش محتاجه فنيا، قالوا لي بس احنا محتاجينه لان في ديل معمول هنطلع بيه بفلوس كويسه، وبالاخص ان احنا بنمر بظروف ماليه مش كويسه، وبالمناسبه النادي ده اشهر افلاسه، النادي ده اشهر افلاسه. فقالوا له احنا محتاجين فلوس، ولازم يعني نقوم بدور الكوبري ده عشان خاطر ناخد القرشين اللي احنا موعودين بيهم. وفعلا الناس يعترف النهارده، واتمنى من لجنه الزمالك لو هي مصحصحه يتعمل التصريح ده على فلاشه صغيره ويتبعت للفيفا او للمحكمه الرياضيه الدوليه، رغم ان جلسات الاستماع خلصت اللي موجوده في الفيفا، ولكن يعني لما تبعت الفلاشة دي وحد يسمعها ممكن تغير أمور كتيرة في القضية، ممكن، الله أعلم. دي بقى المحامي هو اللي يفهمها وهو اللي يقدر يتكلم فيها. فإيناسيو النهاردة فضح الأهلي وفضح كهربا بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب، عاوزين نتكلم على إيه تاني؟ عاوزين نتكلم إن موسيماني مرعوب من كارتيرون. فموسيماني مرعوب من كارتيرون. موسيماني عمل عارف لما تبعت لحد فيديو على الواتساب، موسيماني قطع جزء او عمل زي ايه جزء عن امكانيات ومهارات احمد سيد زيزو في فيديو، وفيديو تاني اوباما، وفيديو لاشرف بن شرقي، وفيديوهين، واحد لعمر السعيد وواحد لسيف الجزيري. فيديو زيزو اداه لعلي معلول، الكلام اللي انا بقوله لكم ده حصل. بعد فيديو بتاع احمد سيد زيزو لعلي معلول على الواتساب وقال له ذاكر الفيديو ده كويس قوي قوي قوي. وبعد فيديو اشرف بن شرقي لاكرم توفيق قال له ذاكر الفيديو ده كويس قوي قوي قوي، واتكلم مع حمدي فتحي وديانج على
بعت لهم فيديو يوسف اوباما وتحركات اوباما وازاي اوباما يحسسك كده ان هو نايم وهوب تلاقيه في ال 18 بيجيب جون او بيعمل اسيست. واتكلم معاهم بعت برضو للمدافعين ياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف، بعت لهم فيديوهات خاصه بعمر السعيد وسيف الدين الجزيري فموسيماني بدا الدوري 4-3-3 وهيلعب مع الزمالك بخطه جديده متكلم عليها في الفيديو بتاع بكره اللي نازل، ازاي الزمالك يقدر يكسب الاهلي وازاي الزمالك يقدر يستغل نقاط. فيديو كله فنيات، فيديو ان شاء الله يعجبكم ومستني بكره ارائكم في الفيديو ان شاء الله باذن الله. اللي يتفرج على الفيديو بعد ما يعمل لايك كده لازم يكتب لي تعليقه، لازم عاوز اسمع رايكم واحد واحد، وانا برد على التعليقات كلها وبعمل لايك وقلب والكلام ده كله. فموسيماني مرعوب، موسيماني محتار يلعب بالخطه اللي هو بدا بيها الدوري ولا يرجع بالخطه القديمه. في رعب عند موسيماني وعندهم اخطاء يعني كتيره هنتكلم فيها في الفيديو بتاع بكره باذن الله. فموسيماني عامل سيديهات وفلاشات وعلى الواتساب والكلام ده كله للعيبه بتاعته بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب من ضمن برضو الكلام اللي في المعسكر الاهلي ان محمد الشناوي دخل القايمه بتاعه الاهلي، ومدام محمد الشناوي دخل يبقى هيلعب، ومدام محمد الشناوي هيلعب فدي نقطه ضعف حلوه قوي قوي في الاهلي. لسه راجع ما عندوش حساسيه الملعب، لسه اعتقد لم يكتمل شفائه بنسبه 100%، فده هيبقى عامل كويس جدا. هم متصربعين زي ما قلت لكم عشان الشناوي يرجع، عشان منتخب مصر، عشان ابو جبل ما ياخدش مكانه، شغل نفسنا كده معين اتكلمت عليه قبل كده فمش عاوز اعيده تاني. فالشناوي دخل المعسكر وكهربا اللي احمد شوبير قال انتهاء الخلافات ومفيش حاجه ما بين كهربا وموسيماني. يا جماعه بس انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ زي عادل امام في فيلم مرجان لما كان عضو مجلس الشعب، يا جماعه بس انتوا يا جماعه. فاحمد شوبير طلع على صفحته، ايه موسيماني وكهربا كويسين وهم بيحبوا بعض، وموسيماني عزم كهربا على موز بلبن والدنيا فيها عناب وفستق ولوز والكلام ده كله. النهارده موسيماني بيرد على احمد شوبير بيقول له اخرس بطل كذب. تبعت كهربا فنيا، فاعتقد ان ده يعني ابرز وافضل رد على اكاذيب احمد شوبير. فالنهارده موسيماني بيرد على اكاذيب احمد شوبير اللي قال لك يا جماعه دول حلوين، دول ده ناقص موسيماني عزمه وكهربا في البيت على الغدا وعمل له حمام محشي وعمل له ملوخيه بالارانب، يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ اهو استبعده يا كابتن شوبير، الموهبه اللي عندك يا ريت تستغلها في حاجه صح، في حاجه صح، ما تستغلش الموهبه في حاجه غلط. فده بالنسبه للموهبه بتاعت احمد شوبير وموسيماني والقايمه بتاعت موسيماني. مهيب عبد الهادي كتب على صفحته كده بوست وتويته غريبه، بيقول لك فيريرا البرتغالي وافق على التدريب في مصر بس مش هقول لمين دلوقتي. هل فيريرا، وده بقى اللي انا عاوز اسمع ارائكم، يعني هل فيريرا البرتغالي، وخد بقى المفاجاه بتاعه فيريرا البرتغالي، الناس اللي دخلت البث وخرجت هيخسروا كتير، الناس اللي مكمله معايا، هل فيريرا البرتغالي هيكون بديل لموسيماني، هيكون بديل لموسيماني في حاله الهزيمه، ولا امير مرتضى منصور اتكلم معاه لان امير وابوه بيشتغلوا بدري وبيعملوا الهومورك بتاعهم بدري، ومرتضى منصور وبقولها بعلو صوتي وبطبل مرتضى منصور ما بيستناش الحاجة تحصل ويتصرف. مرتضى منصور اكبر محامي في الوطن العربي فبيكون عامل الهومورك بتاعه كويس قوي. فهل امير اتفق مع فيريرا على العودة في حالة رحيل كارتيرون للسد القطري
زي ما الهبيده بيقولوا، وتشافي ماشي من السد القطري، ولا فيريرا راجع على الاهلي وهيكون بديل لموسيماني في حاله الهزيمه من الزمالك، فهتكون النهايه لبيتسو موسيماني؟ قول لي رايك ايه، عشان انا في التعليقات هفرز التعليقات وهعرف ايه الاغلبيه بتقول ايه. فيريرا ومهيب عبد الهادي، ودي شهاده حق بقولها في حقه، مهيب اوقات كتيره معلوماته بتكون صح، يعني مهيب مش هبيت كبير، يعني ساعات كده بيبقى فيه شويه هبيده اللي هي الحاجات الصغيره دي، انما مهيب في المجمل اخباره بتطلع صح. فهل فيريرا راجع مصر وهو قال مش هقول لمين؟ هل فيريرا راجع مصر بعلاقاته القويه مع امير ومع المستشار، ولا هيرجع على الاهلي في حاله الهزيمه فالخطيب وامير توفيق مجهزين فيريرا بديلا لبيتسو موسيماني اللي هو علاقته بعد موضوع كهربا ده مش حلوه مع الخطيب؟ الله، طب ما موسيماني كهربا بيهرب، الخطيب مش عاوز كهربا يمشي. الخطيب دي معلومه من داخل مجلس اداره الاهلي، الخطيب مش عاوز كهربا يمشي، وقال لهم على جثتي لو كهربا مشي، لان كهربا ده اللي بيغيظ الزملكاويه او التحفيل على الزملكاويه او ده اللي حارق دم الزملكاويه، فده ما يمشيش، ده ليه ادوار تانية غير الادوار الفنيه، بيديله ملايين عشان خاطر جمهور الزمالك ما بيحبوش، فالتحفيل بقى وانتوا عارفين والكلام ده كله. ده بالنسبه لجزوالدو فيريرا. هل فيريرا سيعود للزمالك؟ اتمنى يا محمد. طب وكارتيرون ما بتحبوش؟ بعشقه، انا بحب كارتيرون قوي، بس كارتيرون افرض مشي، يعني لو خيرتني دلوقتي هقول لك لا كارتيرون، ليه؟ اللعيبه بتحبه وفهم اللعيبه وحصل ما بينهم الفه وتجانس وبيحبوا بعض، ومدرب يعني كارتيرون مدرب كبير، بس سبك ومشي، انت هتعمل ايه؟ انت لازم تجيب حد كبير. ففيريرا لو جه، يعني انا دي مش معلومه، انا مجرد بقول لك يعني بحلم، هل فيريرا جاي؟ هل هيروح الاهلي؟ الله اعلم. قولوا لي انتم رايكم ايه في الموضوع بتاع جزوالدو فيريرا. طيب ندخل على ايه تاني؟ ندخل على النهارده الكابتن حسين لبيب واعضاء اللجنه قلدوا بقى المستشار مرتضى منصور ووقفوا مع اللعيبه في الملعب، وقبل كل ماتش مهم المستشار كان بيقف مع اللعيبه وبيتكلم معاهم وبيحمسهم والكلام ده كله. فالنهارده قلدوا المستشار مرتضى منصور ووقفوا نفس الوقفه ونفس الناس ونفس الرصه والكلام ده كله. فالنهاردة كان جلسة وقالوا لهم انتوا رجالة وانتم افضل لعيبة موجودة في مصر، واحنا بنثق فيكم، مالكوش دعوة باللي بيحصل في النادي، دي امور ادارية، احنا مش عارفين احنا موجودين ولا لا حتى هذه اللحظة، ولكن انتوا اللي باقيين وانتم اللي موجودين، والفوز ده هو اللي هيكون ليكم انتم وداعم ليكم انتم. يعني كانت جلسة كويسة من الكابتن حسين لبيب، وبدأنا نشوف الخطيب واقف مع اللعيبه في الملعب وبيتكلم معاهم، وبدانا نشوف الكابتن حسين لبيب يقف مع اللعيبه ويتكلم معاهم، واللي كانوا بيتريقوا على مرتضى منصور بقوا يعملوا زيه. يا سبحان الله، اللي كانوا بيتريقوا على مرتضى منصور بقوا يعملوا زيه. طيب تعالوا بينا بقى عشان ما نطولش، يلا بسرعه عشان ايه الناس ايه اللي راحه شغلها بكره الصبح. تعالوا نتكلم ان الزمالك خلاص اعتراض رسمي على محمد نصر. محمد نصر هو مخرج اهلاوي، محمد ما ينفعش يذيع مباراة بتاعة أهلي وزمالك أو يعمل الإخراج بتاعها. محمد نصر هو مشجع أهلاوي، يروح يشتغل في قناة الأهلي، يروح يعني يعمل إخراج للأهلي وإم بي للأهلي والجونة، هو حر. إنما محمد نصر الدين هو مرفوض تماما 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 إنه يعمل إخراج لنادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك على تويتر انفجار ورفض تام لمحمد نصر انه يحكم، او مش يحكم سوري، انه يخرج المباراة بتاعة القمة
فإن شاء الله بإذن الله الكابتن حسين لبيب بالمناسبة عمل اتصالاته وبعت خطابات رسمية لي يعني الجهات المعنية عشان خاطر محمد نصر يتغير ويجي مخرج غيره. بكرة هنعرف إذا كان محمد نصر هيتغير ولا لأ. أي نعم الوقت ضيق بس إن شاء الله بإذن الله محمد نصر يعني ما يكونش موجود، لأنه أولا إنسان بيشتغل في ماتشات الأهلي والزمالك بانتماءاته ومش بيشتغل شغل وورك صح وبيعمل الهومورك بتاعه صح، لا ده واحد أهلاوي هيبقى مخرج أهلاوي، فإحنا مش ناقصين وجع دماغ يروح يشتغل في قناة الأهلي ويبقى موجود في قناة النادي الأهلي. طيب عاوز أقول لكم أن أحمد مجاهد بيتحدى الجميع، أحمد مجاهد بيتحدى الوزير، أحمد مجاهد بيتحدى هشام حطب، أحمد مجاهد بيتحدى مجلس النواب، أحمد مجاهد بيتحدى الدولة ومش عاوز يرجع شيكابالا. أتمنى بقى خلاص شيكابالا مش يلعب ماتش القمة، والزمالك فعلا بمن حضر، الزمالك بمن حضر، والزمالك إن شاء الله بإذن الله هيكسب في وجود شيكابالا، وبدون وجود شيكابالا الزمالك هيكسب، والزمالك سكواد عالي. وانا بقولها من قبل المباراة، الزمالك سكواد عالي وانا واثق في فرقتي، وان شاء الله هنكسب باذن الله تعالى هنكسب، ولو ما كسبناش مش هنتغلب، لو ما كسبناش مش هنتغلب من الاهلي، لان سكوادنا محترم وسكوادنا عالي. انما احمد مجاهد لازم بقى ان شاء الله باذن الله كمان اسبوعين هو وعمر الجنايني وهاني بوريدة لازم يروحوا نيابة الاموال العامة يتحقق معاهم في المليار يعني في 200 مليون اللي اعضاء مجلس النواب فتحوا الملف بتاعهم. احمد مجاهد مش انت مش هترجع شيكابالا؟ اوكي ان شاء الله باذن الله احمد يا مجاهد هتطلع على النيابة، ومن النيابة على ابو زعبل ان شاء الله باذن الله، انت ومعاك هاني بوريدة ومعاك عمرو الجنايني، انتوا التلاتة افسدتوا الكرة المصرية، انتوا التلاتة عليكم مخالفات تصل ل 200 مليون جنيه. مجلس النواب اداله مهلة اسبوعين ابتداء من 1 نوفمبر، يعني يوم 14 نوفمبر هو اخر يوم في مهلة مجلس النواب. يوم 15 نوفمبر اتمنى من الاستاذ محمود حسين اللي هو رئيس لجنة الشباب الرياضة والكابتن حازم امام والناس اعضاء لجنة الشباب الرياضة في مجلس النواب، اتمنى انهم لو احمد مجاهد ما ردش عليهم في الملايين اللي تم اهدارها على نيابة الاموال العامة عدل. مش انت بقى عاوز بقى اطراد الخطيب ومش رجع لكم شيكابالا الا بعد ماتش القمه؟ اوكي، وخلي بالك شيكابالا راجع بعد ماتش القمه، هيعملوا حاجه كده ان احنا استكفينا بشهرين ايقاف من تاريخ الواقعه اللي هو ماتش البنك الاهلي، وطبعا عدى على ماتش البنك الاهلي يعني حوالي شهرين او اكتر من ساعه ما خدنا الدوري في شهر 8 اعتقد، فهم هيقولوا هنكتفي بشهرين ايقاف والشهرين خلاص عدوا، وشيكابالا ممكن يلعب ماتش الاسماعيلي اللي هو بعد ماتش الاهلي الماتش الرابع، والاسماعيلي بالمناسبه هنلعبه في اسماعيليه اللي ما بيدخلهاش غير الرجاله. الاسماعيلي هنلعبه على استاد الاسماعيليه على استاد اخواتنا في نادينا الثاني، الاسماعيلي والاسماعيليه باهلها الجمال الرجاله، ده اهل الاسماعيليه، واللي ما بيخشهاش غير الرجاله، واللي ما بيخشهاش غير الرجاله. فعندنا الاسماعيلي بعد المعسكر بتاع المنتخب وبعد المباراتين بتوع الجابون وانجولا، فاعتقد ان شيكابالا ممكن يكون موجود في مباراه الاسماعيلي، لان الديل بتاع احمد مجاهد واخواته في الاهلي الديل بينص ان شيكابالا ما يرجعش الا بعد ماتش الاهلي، ان شيكابالا ده يعني بيقلع لهم الجزمه وبيهينهم والكلام ده كله، ف مش عاوزينه عشان ما نتهزقش، فخليهم ما يتهزقوش ان شاء الله باذن الله لعيبتنا وكارتيرون والنجوم بتوعنا اللي انا بثق فيهم تماما يهزقوهم في الملعب، يهزقوهم بالكوره. اتمنى من لعيبه نادي الزمالك والكلام ده هنخليه لبكره المباراه ولعيبه نادي الزمالك وبطلب منهم ايه وايه اللي احنا عايزينه منهم والكلام ده بكره في البث بتاع بكره، ف يعني ان شاء الله باذن الله يكون خير لينا. واحمد مجاهد هدد، احمد مجاهد هدد الدوله بقى اللي هي متمثله في وزير الشباب والرياضه من كتر الضغط عليه، قال لهم
ان تدخلكم في النشاط الرياضي يعتبر تدخل حكومي، ولو الفيفا عرفت بكده النشاط الرياضي هيتوقف في مصر. وانا بقول لك يا احمد مجاهد، يعني خد النشاط الرياضي وخد الدوري وخد الاهلي واصحابك اللي في الاهلي، خدهم دول كلهم وحطهم في الدرج بتاع حضرتك، درج المكتب. فلا احنا بنتهدد، وان شاء الله باذن الله التاريخ يا احمد يا مجاهد مش هيرحمك، لانك اهلاوي متحيز زيك، زي احمد شوبير الاعلامي المتحيز، زي محمد نصر المخرج المتحيز، زي ايمن الكاشف اللي ما بقاش يذيع مباريات الزمالك المعلق المتحيز. كل ما هو اهلاوي هو متحيز. بص لعمرو الجنايني عمل ايه في الزمالك، بص لساده الوزير الدكتور خالد عبد العزيز عمل ايه في الزمالك، الدكتور اشرف صبحي عمل ايه في الزمالك. انما تلاقي اولاد الاهلي متحيزين قوي، انما اولاد الزمالك بيطبقوا القانون وزياده شويه عن القانون على نادي الزمالك. فان شاء الله باذن الله هنكسب، وانا متفائل وانتوا تتفائلوا. مدرب قوي، لعيبه واحده واحده، انا بس مش عايز اعمل ايدي كده لان انا عندي مشاكل في ايدي دي، واحتمال تشوفها متجبسه بكره. فان شاء الله باذن الله مدرب كويس، لعيبه كويسه، متفاهمين، في تجانس فرقتنا واحده واحده، وهنكسب ان شاء الله باذن الله. وفي اسوأ الاحتمالات هيكون التعادل هو اللي هيكون مسيطر على الموقف باذن الله تعالى. نفسي اتكلم معاكم، نفسي ان البث ما يقفلش، ولكن احنا اتاخرنا، الناس اللي عندها شغل وانا واحد منكم، هنصحى بكره بدري، فمش هطول عليكم. وبكره في ميعادنا يعني ان شاء الله الاساسي بتاعنا الساعه 10 مساء، لو ما فيش مباريات اعتقد بكره الجو رايق. بالنسبه للمعلق، ان في حد بيسالني على المعلق والحكم، المعلق هيكون مدحت شلبي على قناه صوتيه، وهيكون حاتم بطيشه على قناه صوتيه تانية. هيكون مدحت شلبي وحاتم بطيشه على القناه الصوتيه التانيه. ما اقدرش على زعلك يا شريف، انا عينيا ليك. ف هيكون مدحت شلبي وحاتم بطيشه، وبنسبه تتخطى 95% حكم مباراه القمه هيكون محمد عادل. هيكون الحكم محمد عادل، هو حكم مباراة القمة، لأن إبراهيم نور الدين خرج من الحسابات، لأنه هيحكم بكرة إبراهيم نور الدين ماتش المقاولين وطلائع الجيش. فإبراهيم نور الدين خرج من الحسابات ودخل محمد عادل، هو الأقرب حتى الآن لماتش القمة. أتمنى محمد عادل، لأن ده صاحب فضيحة الاسماعيلي، ماتش الاسماعيلي. فربنا يستر من محمد عادل. عندي اخبار على المستشار مرتضى منصور، هنقولها في البس بكره. نازل انتخابات ولا لا، مين اللي معاه في القايمه، مين ابرز ناس هيخرجوا من القايمه بتاعته، شويه حاجات كده ان شاء الله بكره هتاكد منها بنسبه 100%، واقولها لحضراتكم في البث بكره ان شاء الله. وهنتكلم على ماتش القمه بكره، وزائد الفيديو اللي انا عملته اللي فيه شغل كتير قوي، يعني كيف يفوز كارتيرون بمباراه القمه ويستغل الضعف اللي موجود في النادي الاهلي.